بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظير السعودية عادل الشبير مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن الوزيرين اتفقا خلال اتصال هاتفي على عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين في القاهرة قريبا لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الإعداد للزيارتين القادمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية وللملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، والتي تم الاتفاق عليهما خلال لقاء القيادتين المصرية والسعودية في البحر الميت على هامش القمة العربية الأخيرة.